الشباب فتحنا لهم مدارس، فتحنا لهم علم، ثقافة، جلبنا لهم العلماء من شتى الأماكن، كل لأجل ينفعون أنفسهم أولاً ويرضون أهلهم وينفعون الدولة. من منطلق المسؤولية الإنسانية ذات الأبعاد المستقبلية نقف اليوم لنقول أقدر. لم تكن هذه الكلمة وليدة الصدفة، بل خطت بحلم لم يكن مهده المنام ورؤية قائد لم يشغله عذب الكلام. إنها عزيمة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الوالد القائد الذي آمن بابن أرضه فصانه حتى أصبحت بلاده مهبطا للآمال ومضربا للأمثال. من مدرسة زايد كان لنا في التنمية المستدامة حياة لأولي الألباب، ومن تجارب الأمم ومقررات القمم كان لزاما علينا التحرك لإنقاذ البشرية التي نشاطرها العيش من أخطار محدقة ذات أبعاد مستقبلية لا يحمد عقباها. الفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والسعي للازدهار والسلام والعدالة، كل هذا وأكثر نجم عنه 17 مبحثا ذات أهداف متسقة بتمكين الإنسان، فكان الفقر والجوع على رأسها، تلتها الصحة والتعليم والنظافة والمياه النظيفة، عدا عن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والمساواة بين الجنسين والتوجه نحو النظيف من الطاقة ذات الأسعار اليسيرة والصناعة والابتكار والبنية التحتية في مدن ومجتمعات محلية مستدامة. كل هذا وأكثر لن يبصر النور من دون عقد شراكة عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وحدة المصير التي نسجت خيوط التعاون بين الأمم جعلت من قمة أقدر منبراً عالمياً لمناقشة وتحليل وتأويل مكامن التنمية المستدامة ونظم تمكين الإنسان أينما كان. تمكين الإنسان في استقرار المجتمعات هو وجه التنمية المستدامة المشرق الذي اتفقت عليه الأمم ووقف عليه زايد قبل أكثر من 47 عاماً ليقول للتحديات أقدر، ونحن بعون الله ومن وحي عزيمة القائد الوالد قادرين على التحدي. وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قادرين على التصدي وقادرين على رفع راية أقدر.